السلام عليكم ليديز اند جنتلمان، مرحبا بكم. اليوم غادي نديروا واحد الفيديو رياكشن على طوطو. طوطو، ولكن ماشي اخر اغنيه اللي غنى، ولكن على الانترفيو اللي دار مع وادي حداده في قناه دوزام، قناه الثانيه، واللي بزاف ديال الناس بداو كيتروليو حقا طوطو ما كيعرفش يهضر فرونسي. ملي كتكون تقاد لك الفرونسي في لونتروتيان دونبوش كذا الى اخره الى اخره. كيغيو كو جو سوي، قلت راه نمشي نشوف هذا الانترفيو ديال وادي حداده مع طوطو على القناة الثانية، وكاينة في يوتيوب بيان ايفيدامون، ونتفرج وغادي نهضر لكم بخلاصة على أهم ما جاء فيها، وغادي نشوفوا واش بصح طوطو لا علاقة في الفرونسي. طه أو طوطو؟ طه طوطو سي باغي. سي باغي؟ يا با اون كونت. بوكوا سو نو؟ إل غراندي أون بلوس. غراندي جو بونس سيتي بلوس بور. لا تايل؟ نو جو با تخي غران كومام، 1m80، جو با تخو غران كومام. بلوس كو موا ديجا. سا فا فيت في. سيتي بلوس بور لا غراندور موزيكال جو بونس. السؤال الاول سولو قال لي بوكا سونو، علاش اختاريتي ال غراندي توتو؟ قال لي اسكو سي بارابور ا تاتاي، ما تسمعش مزيان ولكن راه قالها. قال لي ال غراندي حيت باللغه الاسبانيه كبير. اسكو قال لي اسكو فوزيت غران دو تاي، واش انت طويل؟ حيت اللغه الفرنسيه نقولوا غران دو تاي، ما تنقولوش لون. لون هي الطول ديال ان اوبجي ولا ديال ان تراجي، مي بور اون بيرسون تنقولوا غران دو تاي. وهنا كون كان طوطو مكلخ في الفرونسي كون قال لي نون جو سوي با لون، ولا كون داك يشلط ويخربق. Mais il a dit non, je ne suis pas trop grand de taille, je fais 1m80. Il a dit que plus grand que moi, il a dit oui, vite fait. Ou vite fait, en langage familier, parce que Toto, il a dit que l'interview n'est pas qu'en français familier, il n'y a pas le langage soutenu, il n'y a pas le langage courant, donc il a dit le langage familier, il a dit que les Français, ils ont dit les banlieues, bien sûr, même dans le système français dans le Maghreb, عرفتي يهضروا بهذا لو لونغاج. دونك جو بونس كو طوطو يا اما قرا في اليوطي، ولا كان كيتعاشر مع الدراري بزاف، ولا دوز شي سنوات فرنسا. دونك انا صراحه ما عنديش عليه شي فكره، ماشي هذا هو لو بوت دو سوجي ديال لا فيديو، مي باش نبين الناس ان السيد اللي كنطروليو عليه فهو بعيد كل البعد على ديك الاتهامات الزائفه. السيد راه يبارل تري بيان فرونسي، سيغت يبارل ان لونغاج فاميلي، مي ايلي كوريكت ما غلطش. قال لي فيت في، وفيت في باللغه ديالهم هي شويه، فيت في كنعرفوا هي فيت في يعني دارت بالزربه، ولكن هما كيعنيو بها ملي كيقول لك واه فيت في، مثلا تيقول ليه واش تو مونجي، تيقول اسكو تا فان، تيقول ليه واه فيت في يعني غير شويه. À travers le rap ou en écoutant d'autres rappeurs, initialement vous avez découvert la musique en écoutant Cher, l'artiste américaine, également Bob Marley et B.B. King. Comment s'est forgé votre culture artistique? Ben c'est un peu un petit héritage. Donc on a Wadi Hdada solo la question, comment s'est forgé votre goût pour la musique? Vous n'avez pas écouté initialement du rap, yani ma bditch le sama al musiqa bil rap. Wadi je peux comprendre, la majorité ديالنا حنا فاش كنا صغار ما كناش كنسمعوا الراب، حيت الراب ثقافه داخله على المغرب، سي tout à fait normal. Donc هو جاوبو قال لي سولو قال لي tu as écouté Cher، مغنيه امريكيه مشهوره جدا، وبيبي كينغ وبوب مارلي. قال لي oui tout à fait c'est un héritage familial، يعني إرث عائلي، يعني في العائلة كان كيتصنت، يعني أي إنسان فاش كيكبر الموسيقى في الأول ما كيكونش كيختارها. وهذا الشيء اللي جاوب طوطو بحكم أنه فاش كان صغير والديه اللي كانوا كيتحكموا في الموسيقى، سي توتا في نورمال أون بو كومبخوند. قال لي مي باغ لا سويت جي كومونسي أ إيكوتي دو راب، برانسيبالمون دو راب فرونسي أفيك ما سوغ، ولا كيتصنت مع ختو للراب فرونسي. دونك أول مرة غادي تأنتريسي بزاف للراب سيتي أفيك دو راب فرونسي، ou plus spécialement Diams. Au niveau de la terrasse de votre immeuble, c'est déjà votre première scène? Ouais, c'est ma première et dernière scène. Première et dernière scène? Ouais. Et vous y retournez régulièrement pour vous faire bien un, sûr, bien sûr, un bien kiff, sûr. Comme on dit. Ouais, je monte là-bas, je m'inspire un peu. Nawadi Hdada, votre première scène, c'était la terrasse de votre immeuble. Yani, la première fois que la scène, la première scène, pour vous, c'est la terrasse de votre immeuble. قال لي وي توتا في، قال لي سي ما بروميير اي ديرنيير سين، يعني بالنسبه لي احسن سين دوز حياته هي السطح ديال العماره. وهنا لاحظوا مزيان وادي حدا هذا قال لي فوزي روفوني سوفون بور فو فير ان كيف. هنا هضر باللونغاج فاميلي، دونك هنا باش فهم بان لو جورناليست ولا بيرسون انترفيوفي اللي هي لو رابور طوطو في هذه اللحظه هذه بالضبط، الناس ديال لا كوميونيكاسيون غادي يفهموا ان لو جورناليست بيان كو نورمالمون يل دو بارلي un langage courant ou bien soutenu. Mais là, du moment que vous laissez l'harmonie ou la synchronisation entre les deux parties de la communication,
il a utilisé un mot familier. Donc ça prouve que Wadi Hdada دخل لهذيك القوقعه ديال طوطو. Du coup, ils ont brisé la glace ou ma bqach هذيك الرسميه في الحوار. قال لي vous faites un kiff ou un kiff ou bien le verbe kiffer ça n'existe pas en français mais tchadjgal في اللونغاج فاميلي kiffer هي aimer. قال لي tu te fais un kiff هي كتمشي تخلق اللحظه بهذه العباره بهضره ديال الزنقه. Donc j'espère que النقطه واضحه الفكره راه وصلت. هو انه ما كاينش لاش اشاك فوا انسان نشوفه بدا كيحقق واحد النجاح نبداو نحاولوا نحطموه باي طريقه. حبذا لو انكم شو واحد كيفهم في الراب وعاتب عليه مثلا داك الشيء ديال الراب اون بو كومبروندر، ولكن باش الانسان يبدا كيكريتيكي في اللغه الفرنسيه علما انه كان فاس مع واحد الجورناليست اللي تري تري كومبيتون تبارك الله وادي حدا دار سميتو راه تهضر عليه. دونك ما كاينلاش نقول لكم النيفو تبارك الله اللي عنده، مي باش انك تحطم واحد وتحاول تخسر ليه الصوره ديالو غير هكذاك غير حسدا. والخطر في الامر ان داك الشيء ماشي بالصح. لو انه فريمون ما كانش كيهضر مزيان بالفرونسي ما كنتش غادي نهضر كاع في هاد لا فيديو، غادي نقول صافي هاني ماشي مشكل طيحوا منه حيت عنده دار غلط. ولكن اليوم هادشي اللي بقى فيه الحال علما انني ماشي فان ديال طوطو وماشي فان ديال الراب المغربي بتاتا جمله وتفصيلا، غير باش تقول باش حتى شي واحد يجي عندي يقول لي حقا جد دافع عليه صحيبك ولا شي حاجه ما تنعرفوش لدرجه اني ما عارفش عليه الباركور ديالو وما عمرني سمعت ليه انا كاع جمله. اول مره غادي نسمعو كيهضر هي في هاد الانترفيو هاد. انا باركونت فاش كنت تري جون كنت كنتسنط بزاف للراب، الراب امريكان وراب فرونسي. دونك هادشي لو نوفو راب اللي كاين دابا والتراب فريمون جو سوي با ترو فان. مي سولا دي انا بغيت نقول لكم واحد النقطه، الله يجازيكم بخير، ماشي تشوفوا شي واحد بدا كيوصل تبداو تحاولوا تحطموا ما سا سيغا غيان، حيتاش انت ما كتستافد والو. هذاك الجهد اللي غادي تضيع باش انك تنوض تكريتيكي ودا ترولي غير باش تطلعها وغير بالطمس زعما وانك تتفهم وانك واعر، راه هذا هو الخطير في الامر. ان بزاف الناس كيستهزؤوا بيه هو براسو كون هضر غادي يقول لك الماسكولين غادي يبدا يخلطوا مع الفيمينا، هو كون هضر و 90% من هذوك اللي طرولا ولي كومونتير اللي قريت حيت اليوم دوزت تقريبا واحد الساعه ولا ساعتين دخلت لي باج ودخلت لي كومونتير ولي ترول كنشوف شنو كاين. بنادم اصلا هو ما عندوش مع الفرنسي، كاين شي واحد يقول لك وا اصلا ديك الفرنسي غير لغه زايده ما عندنا ما نديرو بها واخا يخسرها ماشي مشكل كاع. جو بو كومبخون متفق معك، حريه التعبير من حقك تقول اللي بغيتي، ولكن حنا في المغرب حاليا مالوغوزمون لسوء الحظ مضطرين اننا نتعلموا الفرنسيه. ولهذا بنادم اللي ما كيوصلش انه يتعلم اللغه الفرنسيه يقول لك انا ما غنتعلمش الفرونسي ما لغه ما والو راه نمشي نتعلم لونجلي. الخطير واللي كبرنا شويه كيزيد يعصب انه حتى ملي كتجي تشوفه في لونجلي كتلقاه ما عندوش النيفو حتى في لونجلي وما عندوش النيفو حتى في العربيه وكيقول لك لا الفرونسي عيانه ما لغه ما حتى حاجه. ماشي حيت انت ما قدرتيش تعلم ليها تطيح المورال الناس اللي باغيين يتعلموا ليها وباغيين ترزقوا بها الله. راه الناس ما لاقينش خدمه باغيين يتعلموا شويه فرونسي باش يمشيو يخدموا في سونتر دابيل، ولهذا ما كاينلاش دوك لي كومونتير نيجاتيف وديك الافكار المحطمه ما كاينلاش بقاو تبارطاجيو. الا انت محبط وطيح لك المورال ما كاينلاش طيح الناس المورال انت ما سا سيغا غيان ما غاديش تربح هو ما غاديش يربح. ولعلك تقدر تقول شي كلمه جارحه اللي غطيح المورال شي واحد و ابخي ما اي بي با سون ريميتر با لا سويت ما عمره ما يقدر يرجع كيف ما كان. وكيف ما تيقولوا سيدنا الاولين الفم اللي يقول زمر يقول تمر، الا ما قادرش تقول كلمه طيبه من الاحسن اترك لسانك بين لحيك، ما كاينلاش تخرج لسانك وتقول شي كلام اللي غادي تقيد عليك حيتاش عندك ملكين واحد هنا واحد تيقيدوا كلشي. دونك ما كاينلاش تبقاو تطيحوا من الناس اطوغي اترافير. نفترضوا كون كان غلط وبديتي كتستهزئوا منه فهذه طامه اكبر، ولكن هنا ملي السيد ما غلط ما دار حتى شي حاجه خايبه وهضر بالفرونسي مزيان فهنا راه خصك تضحك على راسك. لان الجهل نوعان، كاين ان تجهل ان تعلم انك تجهل، هذه صافي عندها الحل حيت عارف مكان الجهل ديالك وتقدر تمشي تعالجه، ولكن انك تجهل انك تجهل هذا ما يسمى بالجهل المركب، والجهل المركب آية خطيرة جدا قد تودي بك الى الهلاك. وكيف ما كيقولوا الناس القدام يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه. خليت لكم الراحة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.